بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم لكم نفسي الأستاذ عبد الله الشنيتي، رئيس جمعية أساتذة التربية البدنية والرياضة بتيزنيت. المناسبة اللي تنتحدث فيها اليوم هي مناسبة انعقاد الجامع العام العادي لجمعية أساتذة التربية البدنية والرياضة بتيزنيت، واللي مر في ظروف أخوية وفي ظروف روح رياضية بين أعضاء ديال المكتب وجميع المنخرطين بالجمعية اللي حضروا جميعهم. ودارت الجلسة في ظروف أخوية، استمعنا للمنخرطين الهموم ديالهم والملاحظات ديالهم خلال هاد 3 سنوات اللي كان فيها المكتب ديال الجمعية، سطر بعض البرامج اللي تحقق في البعض منها وخفق في البعض الآخر لظروف معينة. إذن تمرر تقريرين الأدبي والمالي، وصدق عليهم السادة الأساتذة المنخرطين بإجماع، ومرنا التصويت على أو الاختيار ترشيحات لرئاسة مكتب الجمعية في الدورة الثانية. وترشحت بدوري للولاية الثانية، وكالعادة الإخوان داروا في الثقة وصوتوا عليا بإجماع، وهذا كيزيد يحملني مسؤولية كبيرة باش نزيد نشتغل معية الإخوان اللي غادي نختارهم ديال المكتب، باش نزيدوا بالجمعية ونزيدوا نحققوا الأهداف اللي ما تمكناش باش نحققوها في الثلاث سنوات الأخيرة، وباش نرفعوا من المستوى ديال الرياضة والممارسة الرياضية في مدينة تيزنيت، وباش نزيدوا نأطروا الوليدات ديال مدينة تيزنيت اللي هما في حاجة ماسة إلى التأطير، لأنه الرياضة تزاول بكثافة في مدينة تيزنيت، ولكن ما ينقصها التأطير الممنهج والتأطير الهادف من ذوي الاختصاص. إذن من هذا المنبر هذا المحترم تنوجه نداء لجميع الأطر التربوية ديال السادة الأساتذة وجميع المسؤولين في الإقليم، سواء سلطات محلية أو مجلس بلدي، باش يعاونونا ويدعمونا باش نديروا يد في اليد ونحتضنوا هاد الوليدات اللي تيزاولوا الرياضة بعشوائية في مختلف نقاط مدينة تيزنيت، باش نأطرهم ونخلقوا لهم فضاءات ونخلقوا لهم مدارس فين يتكونوا وفين يدوزوا أوقات ديال الفراغ ديالهم. وكنشكركم في الأخير، وأنا على يقين بأننا سنعطي المزيد من الأعمال الرياضية، وسنخلق إن شاء الله المزيد من المدارس الرياضية بتيزنيت، وشكراً.